أهلا بكم. افتتحت جمهورية الرأس الأخضر اليوم الأربعاء قنصلية عامة لها بمدينة الدخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها بما في ذلك الصحراء المغربية. وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره من الرأس الأخضر ألبرتو دي فيجي ريدو سواريس، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخل. وبذلك يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخل ب15 قنصلية ومدينة العيون ب12 قنصلية.